ومعانا كمان مشاهدينا الأستاذ بباوي صمويل، أخو الشهيد توادرس صمويل. أستاذ بباوي برحب بحضرتك معانا. يا أهلا بحضرتك يا دكتورة، إزي حضرتك تعمل؟ يعني بنقول يعني مر سنة للميلاد السماوي لتدرس، واحكي لنا مشاعرك. أنت كنت معانا من سنة وكان ليك مشاعر، والنهاردة أكيد في مشاعر تانية وبركات حلوة ربنا اداها لكم بفضل الشهيد توادروس، ويعني السلام والعزاء والبركات كلها، حكي لنا عنها يا أستاذ بباوي. احنا بنشكر ربنا خالص وبنشكر حضرتك طبعا، ربنا يخليك. وبنشكر كل اللي تعب معانا ووقفنا في الموضوع. احنا بصراحة فرحانين خالص، يعني احنا فرحانين خالص ان احنا لنا شفيع في السماء، يمكن مش شفيع، يمكن 21 شفيع صحيح، لمصر في السماء، واحنا فرحانين ليهم فعلا. يعني ربنا نفعنا بصلواتهم، وفعلا بين صلواتهم وبين ان هم قديسين، يعني تحصل حاجات عجيبه عندنا في البلد. يعني احنا ما نستاهلش البركات دي اللي احنا عايشين فيها بصراحه. يعني يا رب دايما وامين فعلا، وكلنا مش انتوا بس، كلنا بناخد، ومصر كلها ان شاء الله يعني هتنعم ببركات الشهداء، شهداء مصر في ليبيا. احكي لنا شوية عن الشهيد توادرس واسرته. هو الشهيد تدرس عنده 3 أولاد، شنودة في الثانوية العامة، أولى ثانوي، وهندي في الإعدادية الثانية، ويوسف في الابتدائية. حلو قوي. اخ وهم وكمان كانوا عايشين يعني في أوضة صغيرة، لكن لما سافر الشهيد تدرس كان رايح، كان فبدأ يبني في البيت شوية، لكن ربنا كمل بقى وبنى بيت كويس بصلواته يعني، وعايشين فرحانين، عايشين مبسوطين يعني في وسطينا، واحنا مبسوطين ليهم يعني، وربنا يقدرنا ان احنا نكمل اللي هو بدأ. ابتدائي يعني. امين يا رب، وبركات كبيره اكيد برضو شنوده وانجي ويوسف حاسين بيها، وبلغهم تحياتنا، وان فعلا يعني اولاد الشهيد توادرس فاكيد هم فرحانين وفخورين، وزي ما انت قلت بركه ربنا انه البيت اللي كان ابتداه تكمل وعايشين فيه وفرحانين، ويا رب دايما يفرحهم يا رب. طيب الصلوات كده والصلوات كل الشهداء، ربنا ينعم على مصر بالاستقرار امين ويدينا نعمة في عيون شعوب العالم، إن يكون في مصر استقرار كده وهدوء، وربنا يخلينا رئيس، لأنه صراحة تعب وادانا مثل أعلى إن المصري دمه مش رخيص يعني. صحيح، لما طلعت طلعة فإحنا بنشكر الجوية، طبعا طلعة الجوية اللي ضرب فيها طبعا معاقل لداعش على طول تاني يوم يعني معرفة الخبر وانتشار الفيديو. يعني الحقيقة تحياتنا للرئيس، ومحدش أبدا ناسي الوقفة العظيمة، وإنه فعلا شهداء، هم شهداء مصر فعلا، ودي حاجة طبعا، تحسب ويارب يكون للرئيس. يكون الدم ده سبب نعمة وخير وبركة واستقرار لمصر أكيد وتقدم إن شاء الله، إن شاء وإحنا الله. ده دليل على إن إحنا بنحب تراب مصر، وما نستاهلش إن إحنا نموت فداء عن مصر يعني. ربنا يخليك استاذ بباوي، ومشاعر جميله، وربنا يبارك فعلا فيكم وفي اسرتكم وفي بلدكم وفي مصر كلها ببركه دماء هؤلاء الشهداء والشهيد تدرس. بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يا رب يبارككم دايما ويحافظ على اولاده شنوده وانجي ويوسف. الشهيد تدرس شهرته مارك مكرم من قريه العور، ولد تودروس ولد في 16 سبتمبر 1968 من اسره بسيطه، كان محب للعطاء حتى لو من حاجته الضروريه. عانى من أتعاب كتيرة في ليبيا بسبب اسمه، عشان اسمه توادروس، وطلب منه مرارا أنه هو يغيره، ولكن كانت كلمته اللي يبدأ بتغيير الاسم ينتهي بتغيير الإيمان. كان صامد في الإيمان، في ثباته على الإيمان طول حياته. يا رب يجعلنا كده في ثباته. وقد إيه فعلا زي ما احنا شفنا حاجة جميلة جدا، أنه البركات اللي ربنا كمل بنا البيت، والولاد فرحانين في خير وبركة، والبركة بفضل أبوهم الشهيد توادروس.